بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين الذين نقلوا لنا هذا الدين غضاً واضحاً بيناً لا لبس فيه ولا غموض، فرضي الله تعالى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، سادات الأولياء ونجوم الهدى الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لتبليغ هذا الدين. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستناً أي مقتدياً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على الهدى وكانوا على الصراط المستقيم، وهم سادات الأولياء ولهم من الجهاد والنصرة والسابقة ما كانوا أفضل هذه الأمة وخيرها، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ورضي عنهم ونوه بذكرهم، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العقيدة الواسطية يبين منزلة الصحابة، وأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين حتى وصل إلينا واضحاً بيناً لا زيادة فيه ولا نقص، فهم رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، حيث أنه قال: بعثت في خير قرون بني آدم، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الكتاب والسنة، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب محفوظ بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة محفوظة، وهي شارحة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم، لأن بعض الناس والعياذ بالله ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة يقولون: نأخذ بما في القرآن فقط، وحسبنا ما في القرآن،
ولا يأخذون ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مناقضون للقرآن ومكذبون بالقرآن، وليسوا تابعين لما جاء في تعاليم الكتاب الكريم. فالله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم به آتانا بالقرآن وبالسنة الشارحة له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، وهو القدوة، وهو الذي يجب أن نتبعه وأن نقتدي بسنته وأن نهتدي بهديه، وأن لا نكتفي بما جاء في القرآن فقط. فإن كثيراً من أحكام الدين وأحكام الشرع والعقائد وما يتعلق بفروع الشريعة وأحكام الدين مشروحة ومبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة بدعية. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يوشك أن يكون رجل متكئ على أريكته يقول: حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه دعوة مضلة. فيقول عليه الصلاة والسلام معقبا على هذا الكلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله ومثله. هل قال في الثالثة أو الرابعة؟ فالسنة هي الوحي الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته كلها من سنته، ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاهتداء بهديه. والله عز وجل قد أكمل له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له الإسلام دينا، فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى محمد، جميع الأنبياء والمرسلين. كل نبي يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويقول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فدين الأنبياء جميعا واحد، دينهم الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم وإن تعددت شرائعهم فدينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، يعني كالإخوة لأب، هم إخوة لأب، يعني دينهم واحد، أبوهم واحد، دينهم واحد الذي هو الإسلام. وإن اختلفت شرائع الأنبياء، حلل لبعضهم ما حرم على بعض، ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أكمل الشرائع وأتمها وأكملها، وهي خاتمة الرسالات. ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فشريعته هي الشريعة الكاملة التامة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أحدث في أمرنا هذا، يقول عليه الصلاة والسلام، فهو رد، يعني مردود عليه. فدين الله كامل، لا يجوز لأحد
أن يبتدع بدعة ويقول هذه من دين الله وليس عنده فيها دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما جاء عن الصحابة أو أجمع عليه سلف هذه الأمة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يبين في هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، وقد تكلمنا على كثير من مواضعها، وهي من أفضل ما ألف في بيان عقيدة السلف الصالح. فشيخ الإسلام رحمه الله اعتمد فيها على الكتاب والسنة وعلى ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين عدلهم الله عز وجل. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك، هذا هو الضابط في تعريف الصحابي، سواء لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو ساعة واحدة التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نال شرف الصحبة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، وهم خير قرون بني آدم على الإطلاق، ولذلك لا يجوز سبهم ولا الطعن فيهم ولا النقص من مقدارهم. فالذي يتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنقص أو السب فهو على خطر عظيم، بل إن بعض العلماء قد كفره من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ما بلغ ولا مد ولا نصف، والمد هو إذا جمعت كفيك هذا هو المد، ونصف المد هو قدر ما يحمله الكف. فأين نحن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم سادات الأولياء، وهم الذين نقلوا لنا الدين، والطعن فيهم طعن في الكتاب والسنة، لأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة من طريقهم. فإذا قدحنا في عدالتهم أو رميناهم بشيء من الكذب أو الزور أو غير ذلك فنحن نطعن في الشريعة، نطعن في القرآن والسنة، لأنهم كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. وهم الصحابة ليسوا معصومين، العصمة للأنبياء فقط، أما الصحابة فليسوا بمعصومين، لكن إن وقع منهم أخطاء أو وقع منهم ذنوب أو تقصير فهي قطرة في بحر حسناتهم رضي الله عنهم، في بحر جهادهم ودفاعهم عن هذا الدين ونقلهم ونشرهم للإسلام. حسنات الصحابة كثيرة، يكفيهم أنهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه ونشروا لنا هذا الدين، وأثنى عليهم الله عز وجل وزكاهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار، يعني كانوا أكثر من 1400 صحابي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أهل بدر الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى، وكانت هي الفرقان، يوم التقى الجمعان التقى المشركون مع المسلمين، وكانت نصراً وعزاً وتمكيناً للمسلمين، وأصبح لهم دولة وأصبح لهم كيان وأصبحت لهم قيادة وقوة بعد هذه المعركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر والأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيعة الرضوان،
وغيرهم من الصحابة لهم من الفضائل العظيمة. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا من الأدب معهم أن نمسك عما شجر بينهم ولا نخوض فيه، ولا نقول فلان كان على الحق وفلان كان مخطئ وفلان اعتدى على الصحابي والصحابي فلان كذا أو كذا، مثل الذين يطعنون في معاوية بن أبي سفيان مثلا، فهو صحابي وهو أحد كتبة الوحي، لا يجوز لمسلم أن ينال من معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام على الإطلاق، وهو الذي أقام العدل ونشر الدين. فالصحابة رضي الله تعالى كما قيل خط أحمر لا يجوز أن نتعداه، ولا يجوز أن نتناولهم بتنقص أو شتم أو سب أو نحو ذلك. ولما حصل بين خالد بن الوليد سيف الله المسلول وبين عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة شيء، وكأن خالد تناول عبد الرحمن بشيء من التخطئة ومن السب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: يا خالد لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا خالد له السابقة والجهاد والفضل، وهو سيف الله المسلول، ما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتناول أحدا من السابقين الأولين كعبد الرحمن بن عوف أو غيره من الصحابة السابقين الأولين من العشرة المبشرين أو أهل بدر أو غيره. ولما قام حاطب بن أبي بلتعة وأرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنه سيأتي ويفتح مكة ويكون مع جيشه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة ليدركوا الضعينة المرأة التي معها خطاب حاطب بن أبي بلتعة، فوجدوها في المكان الذي أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، وطلبوا منها الكتاب، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن محمد سيقدم إليكم ويغزوكم. فطلبوا من الضعينة هذه أن تخرج الكتاب، فقالت: ما معي شيء. قالوا لها: لتخرجن الكتاب أو لا نفتشن الثياب. فأخرجته من شعرها كتاب حاطب بن أبي بلتعة، حاطب من أهل بدر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر وقال: يا رسول الله، إن المهاجرين لهم أهل ولهم عشيرة ولهم عصبة يرجعون إليهم لو حصل هزيمة للمسلمين، وأنا دخيل فيهم ولست منهم، فأردت أن يكون لي يد ومعروف عند قريش. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق الذي يخبر عن رسول الله وصحابته. فقال له الرسول: مهلا يا عمر، وما يدريك إن حاطب من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتناولهم بسب أو قدح أو تنقص من قيمتهم، لأن القدح فيهم والسب هو سب في الدين. هم نقلة الرسالة، هم الذين نقلوا القرآن لنا ونقلوا السنة. ولذلك شيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة يبين موقف أهل السنة والجماعة، وأن من أصولهم السكوت عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التعرض لهم بشيء من التنقص، بل الواجب الترضي عنهم والثناء عليهم ومعرفة فضلهم ومعرفة فضلهم وجهادهم وسابقتهم وما كانوا معه من نشر هذا الدين، وأن نعرف لهم منزلتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ شيئا مما ذكره شيخ الإسلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم ننتقل إلى كرامات الأولياء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل، علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يبين منزلة الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت لكم، وإذا كان هذا جهادهم وفضلهم وسابقتهم، كل هذه الأمور مما يكفر بها عما حصل، أو لأنهم ليسوا معصومين. لا أحد يقول بعصمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، العصمة خاصة للأنبياء، لكن الصحابة قد يقع منهم ذنوب، لكن هذه الذنوب مغمورة في بحر حسناتهم وجهادهم وسابقتهم، أو يكون قد ابتلي بعضهم بشيء من مصائب الدنيا مما يكفر الله تعالى به عنهم وعن غيرهم من المسلمين، لأن المسلم ما يصيبه هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى بها عن سيئاته ورفع بها من درجاته. حتى الهم الذي يصيب الإنسان يكون كفارة لما حصل منه من ذنوب. فالمسلم إذا أصابته مصيبة أو مرض أو فقد حبيب أو قريب أو ابن أو فقد مال أو شيء مما أو مرض أو هذا كل مما يرفع الله به درجاته ويحط به من خطيئاته. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا قال له: طهور إن شاء الله. هذه المصائب التي تصيب الإنسان يكفر الله تعالى بها عن سيئاته ويرفع بها من درجاته،
فلذلك لا يحزن المسلم ولا ييأس ولا يقنط ولا يجزع إذا أصابه شيء من مصائب الدنيا، بل يصبر ويحتسب ويعلم أنها من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقد تكلمنا في مراتب القدر، لكن ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وما حصل منهم فهو مغمور في بحر حسناتهم وسابقتهم وفضلهم. فلا يجوز لمسلم أن يقع في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدنا بعض الطوائف والعياذ بالله يتجرؤون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب أو الشتم أو اللعن والعياذ بالله. وقد قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أن من سب الصحابة فإنه تنطبق عليه هذه الآية: يعجب الكفار ليغيظ بهم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، كما في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذا هم الصحابة، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، وصف هذه الأمة في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذي يسب الصحابة يدخل في هذه الآية: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه ما كان عليه الصحابة فهو يدخل في هذه الآية، فقد كفره بعض العلماء، وهو على خطر عظيم. لا يجوز أن نتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمدح والثناء والترضي عنهم ومعرفة قدرهم وأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وأيضا هم أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة له ثمان شفاعات يشفع فيها لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ولقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها من أهل التوحيد، ولقوم من أمته دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع لأهل الموقف، ويشفع لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فما بالك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فما كان منهم من أخطاء أو غيرها فهم مشمولون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة كما ذكرت لكم هم الذين لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك. أما من ارتد وغير وبدل فهذا ليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا بعد موته، وقاتلهم أبو بكر الصديق في حروب الردة. هؤلاء والعياذ بالله خرجوا من نطاق الصحبة إلى نطاق الكفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث أنه يقف على حوضه يوم القيامة في عرصات القيامة، يقف على الحوض وتأتي أمته ليشربوا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فيذاد ناس عن الحوض يمنعون، تمنعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، هؤلاء أصحابي الذين أعرفهم، قالوا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك،
لا زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لأنهم غيروا وبدلوا وارتدوا. أما من ماتوا وهم على الإسلام وماتوا على ذلك فهؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لهم المنزلة العالية، وهم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة يوم القيامة تكون لأهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الإيمان. أما أهل الكفر وأهل النفاق فلا شفاعة لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة فهي لمن أذن الله تعالى بالشفاعة له ورضي عنه، هؤلاء هم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة لها شرطان: الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له. فمن رضي الله تعالى عنه شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحابة رسول الله هم أحق الناس بشفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمة وكل من مات على التوحيد فهو داخل في الشفاعة، فالصحابة رضي الله عنهم من باب أولى أن يدخلون في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل هذه الأمة، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأول الناس دخولاً الجنة بعد الأنبياء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم إن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع يعني هذا الكلام على الكرامات، كرامات الأولياء. والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، يجريها الله عز وجل على من شاء من عباده الصالحين. الكرامة للمؤمنين المتقين، أولياء الله عز وجل المؤمنون المتقون هم الذين لهم الكرامة من الله عز وجل. فيحدث لبعض من أراد الله عز وجل من الصالحين من العباد من المتقين كرامات، والكرامة أمر خارق للعادة. الكرامة أمر بخلاف العادة، مثل أن يمشي على الماء، مثل أن يدخل النار ولا تحرقه، مثل أن يعطيه الله نوراً، مثل أن تنزل الأنوار إذا تلا القرآن، كما سيأتي معنا في كرامات الصحابة رضي الله عنهم وكرامات التابعين. لكن الكرامات في التابعين وبعدهم أكثر من الكرامات في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يحتاجون إلى زيادة تثبيت وزيادة تقوية إيمان، فيعطيهم الله عز وجل من الكرامات ما يثبتهم الله عز وجل به ويؤيدهم ويكون نصرا لهم. فالكرامة هي أمر خارق للعادة، وهي تختلف عن المعجزة. المعجزة هي أمر خارق للعادة لكنها تكون للنبي، أما الكرامة فتكون للولي. وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى هي شرط الولاية. الإيمان والتقوى، من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً، سواء كانت له كرامة أو ليس له كرامة، لكنه من أولياء الله. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي مقدمة الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم سادات الأولياء.
وهم أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، وأفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء سادات الأولياء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم كرامات، وكان أيضاً للتابعين كرامات، لكن الكرامة والمعجزة تختلف عن الأحوال الشيطانية التي تكون مع الكهان ومع السحرة ويضحكون بها على الناس. وسيأتينا الفروقات بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية التي يفعلها السحرة ويفعلها الكهنة ويضحكون بها على الناس. الكرامة تكون تأييداً للولي، والولي هو المؤمن الصالح. يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المطلبي الإمام، يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير على الهواء في الهواء فاعرضوه على الكتاب والسنة، فإن كان متبعاً للكتاب والسنة، مؤمناً مقتدياً بالسنة، ملتزماً بتعاليم الإسلام، فهذا ولي. وأما إذا كان ليس ملتزماً بتعاليم الإسلام، ليس صاحب صلاة ولا تقوى ولا قرآن ولا التزام بتعاليم الدين، فهذا من الأحوال الشيطانية. ولذلك الكرامة لأولياء الله المتقين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثل أصحاب الكهف الذين ألقى الله تعالى عليهم النوم فناموا 309 سنوات وهم نائمون في الكهف يتقلبون فيه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. 309 سنة لم يأكلوا ولم يشربوا وبقيوا على حالهم يقلبهم الله عز وجل. الإنسان ما يمكن أن يبقى عن الطعام 3 أيام 4 أيام أسبوع شهر. هؤلاء 309 سنة بقيوا في الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة لأنهم فارقوا قومهم، كان قومهم على الشرك وعلى عبادة الأوثان، فرغبوا عن قومهم، دعوهم إلى الله فأبوا، ودعوهم إلى التوحيد وإلى نبذ ما كانوا عليه من عبادة الأوثان. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل وزادهم الله إيماناً وتقواً وهدى ذهبوا إلى الغار، فجعل الله تعالى هذا الغار بيتاً لهم بقيوا فيه 300 سنة لا يأكلون ولا يشربون بل هم نائمون، ومن جاءهم يحسبهم أيقاظاً وهم رقود، مفتحة عيونهم، لم تتغير أبشارهم ولا أشعارهم ولا أحوالهم حتى فني ذلك الجيل المشرك والجيل الثاني، حتى جاء بعدهم جيل على التوحيد والإيمان. بعد 309 سنة أرسلوا أحداً يشتري لهم طعاماً، فاستنكر أحوالهم واستنكر العملة التي كانت معهم لها أكثر من 300 سنة. فكانوا هؤلاء هم أصحاب الكهف الذين أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، لأنهم كانوا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهم كانوا على التوحيد وعلى الإيمان، أنكروا على قومهم ما كانوا عليه من عبادة الأوثان، فأكرمهم الله عز وجل بتلك الكرامة. وبعد هذه السنين ماتوا، ثم اختلف ذلك الجيل الذي بعدهم في أحوالهم وماذا يعملون بهم، لأنهم كانوا صالحين فماتوا على الإسلام، فكان مصيرهم إلى الجنة لأنهم ماتوا على التوحيد. فأكرمهم الله عز وجل بتلك الكرامة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ونزلت سورة كاملة باسمهم أصحاب الكهف. أيضاً من الكرامات كرامة مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام، التي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً،
كلما كفي الله عز وجل كفلها زكريا، هي ابنة عمران، وامرأة عمران نذرت أن ما في بطنها يكون محررا لله عز وجل في خدمة بيت المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. زكريا زوج أختها، كلما دخل زكريا نبي من أنبياء الله أبو يحيى، كلما دخل عليها زكريا المحراب، هي امرأة صالحة أكرمها الله عز وجل بالإيمان والتقوى وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وكانت تصلي في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها طعاما، وجد عندها ثمارا وفواكه. فقال بعض المفسرين رواية عن ابن عباس كانوا يجدون عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فتعجب زكريا قال لمريم أنى لك هذا، من أين لك هذا، وهو الذي قائم على رعايتها وعلى خدمتها وكفالتها. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا رزق الله يسوقه الله عز وجل، تأتي به الملائكة إلى مريم وهي في محرابها تصلي. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من، يعني طمع لما رأى حال مريم طمع في رحمة الله وفضله، وكان عقيما لا يولد له ولا لزوجه. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، كلمة منه، هذا يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله عز وجل بشر زكريا بيحيى وحصورا، يعني أنه عفيفا أو أنه لا يرغب في النساء كما قال المفسرون، بشره الله بيحيى عليه السلام. فيحيى وعيسى ابني الخالة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد يحيى وعيسى في السماء الثانية ابني الخالة موجودان في السماء. فهذه كرامة لمريم عليها السلام، يأتيها رزقها وهي تصلي في المحراب، كرامة من الله عز وجل. وأيضا من الكرامات التي ذكرها العلماء سواء في القرآن أو في السنة، قصة خالد رضي الله تعالى عنه ابن الوليد لما كان يحاصر حصنا من الحصون ولم يسلموا له، من حصون الكفار حصون المشركين، فقالوا لخالد إن كنتم على حق فهذا سم أشربه، فإذا أنت لم تمت فأنتم على حق. فقال خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه أخذ السم وقال بسم الله وشربه ولم يضره شيئا. فهذه كرامة لخالد بن الوليد وهي ثابتة في السنة، هذه كرامة من الله عز وجل لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وأيضا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة رجل من الصحابة من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب البحر فانكسرت بهم السفينة، فركب على لوح من الألواح إلى جزيرة من الجزر. فلما دخل هذه الجزيرة إذا بالأسد يقابله، أسد سبع عظيم يريد أن يفترسه. فاقترب منه الأسد فقال له سفينة أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله قد أرسله برسالة. فقال سفينة للأسد أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد رأسه ثم مشى معه ليدله على الطريق حتى خرج من هذه الجزيرة. فهذه كرامة لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الكرامات أيضا كرامة أسيد بن حضير
وهو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في صحيح البخاري. يعني هذه روايات ليست يعني قصص من القصص التي تثبت أو لا تثبت، هذه روايات في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرها من السنن التي ذكرها علماء السلف بياناً في صدق كرامات الأولياء، وأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده تصديقاً لهم وتثبيةً لهم وتقويةً لإيمانهم وبياناً لصدقهم وصدق ما جاءوا به، فهي صدق لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أتباعه. إذا جاءت كرامة للولي الصالح المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تأييد لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الولي هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله عنه كان حسن الصوت بالقرآن، فأخذ يتلو القرآن بالليل، وأثناء ما هو يقرأ في سورة الكهف إذا بسرج ظلة فيها سرج أنوار نازلة من السماء، وكان عنده ابنه يحيى وعنده الفرس، فتحركت الفرس وجالت، وخشي أسيد على من الفرس على ابنه يحيى فسكت فذهبت الظلة، ثم استأنف القراءة فجاءت الظلة، الظلة ملائكة لهم أنوار نزلوا يستمعون لقراءة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. فلما أصبح أسيد أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال هذا ما حصل علي البارحة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أسيد، لو استمريت بالقراءة حتى الصباح لرأى الناس ورأى الصحابة تلك الأنوار في السماء. نزلت السكينة ونزلت الأنوار والملائكة لقراءة أسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. أيضا كان عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة، كانت الملائكة تسلم عليه، تسلم عليه في الطريق، تسلم عليه في بيته، فكان يسمع تسليم الملائكة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك الملائكة تسلم عليك يا عمران بن حسين. ومن كرامات الصحابة رضي الله عنهم تسبيح الطعام، كان سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما يأكلان في صحفة الطعام، فكانت تسبح الصحفة ويسبح الطعام وهما يأكلانه يسمعان صوت التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وخرج عباد بن بشر الصحابي الجليل وأسيد بن حضير من عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وسريا في الليل، وكانت ليلة مظلمة، فلما مشيا في الطريق سار نور لهما في رأس صوت أحدهما، نور يرون به الطريق، فلما افترقا كل واحد ذهب إلى طريقه إلى بيته افترق النور إلى اثنين، صار كل عباد معه نور وأسيد بن حضير معه نور آخر. فهذه كرامة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو بكر الصديق استضاف ثلاثة من أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يستضيفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه المسلمون والوفود من جميع أنحاء الجزيرة خاصة بعد فتح مكة، فيوزع هؤلاء الأضياف على بيوت الصحابة، فذهب أبو بكر رضي الله عنه بثلاثة من الأضياف إلى بيته، وصنعت لهم زوجته زوجة أبي بكر طعاما، وقربت لهم الصحن ليأكلوا، فأبوا حتى يأتي أبو بكر، وأبو بكر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أبو بكر وجلس معهم أخذوا يأكلون الطعام، كلما أخذوا لقمة ظهر من تحتها لقمة أخرى، وأخذ الطعام يزيد، كلما أخذوا منه زاد،
يعوض عن الطعام، تحصل منه زيادة، كلما أخذوا منه زاد، حتى أصبح الطعام مثله ومثل ضعفيه 3 مرات. فأكل أضياف أبي بكر وأكلت زوجة أبي بكر وأبو بكر جميعا، ثم أخذ أبو بكر هذا الصحن وهذه الصحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة معه، وبقيت كما هي، لم ينقص منها شيئا. هذه كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهي ثابتة في السنة. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما أسره الكفار وباعوه في مكة على مشركي مكة، وأراد أهل مكة مشركي مكة الذين قتل منهم من قتل في غزوة بدر، أرادوا أن ينتقموا من خبيب لقتلاهم، فأخذوه رضي الله تعالى عنه وسجنوه في مكان لا يدخل عليه أحد، وكانوا كلما دخلوا عليه وجدوا عنده عنبا يأكل منه، تأتيه الملائكة بالعنب، تأتي لخبيب بن عدي وهو من الشهداء الذين قتلهم المشركون صبرا، فكانوا يتعجبون، وليس بمكة يومئذ عنب، يجدون عند خبيب رضي الله تعالى عنه العنب يأكل منه، فتعجب الكفار من ذلك، ولكن كفرهم وشركهم لم يمنعهم عن أن يقتلوا خبيبا رضي الله تعالى عنه. وخبيب من سادات الصحابة، يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا خبيب وقالوا تحبون، قالوا له: تحب أن يكون محمدا مكانك وأنت عند أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا عند أهله ويصيبه شوكة وأنا في مكاني. ما رأى الناس أحدا مثل حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: ترغب أن محمد يكون مكانك في السجن والحبس؟ قال: والله ما أرغب أن محمدا عند أهله وتصيبه شوكة عليه الصلاة والسلام. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الكرامة التي أكرمه الله تعالى بها. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قتل شهيدا، وأراد الكفار، لأنه من 70 الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا المشركين، ليعلموا المسلمين الذين أسلموا حديثا القرآن، فغدر بهم رجل يقال له عامر بن الطفيل وقتلهم. لكن عامر بن فهيرة رضي الله عنه دعا الله أن لا يمسه الكفار، فجاءت الملائكة وحملت جسد عامر رضي الله تعالى عنه ورفعته في السماء. فهذه كرامة لعامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه من القراء الذين غدر بهم عامر بن الطفيل ومن معه. أم أيمن بركة الحبشية، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد الحب بن الحب، أم أيمن اسمها بركة الحبشية، كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبناه الرسول في الجاهلية، زيد ابن محمد كان يسمى. فلما نزل قوله تعالى زيد بن حارثة ادعوهم لآبائهم، نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، جاء أبوه وأعمامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بني كلب، كانت بينهم غزوات بينهم وبين بعض قبائل العرب، فأسروه وباعوه في مكة، أخذه حكيم بن حزام أو بعض الصحابة، وكان قريبا لخديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدى زيدا
لخديجة بنت خويلد، وخديجة أهدت زيد بن حارثة لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى زيد بن محمد. ثم لما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم سماه الرسول بأبيه فسمي زيد بن حارثة، وهو الذي قاد المسلمين، أحد القواد الثلاثة الذين قتلوا في معركة مؤتة مع جعفر الطيار وعبد الله بن رواحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. زيد بن حارثة هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تزوجها زيد، ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بتطليقها، وجاء تزويجها من عند الله عز وجل. وكانت تفخر زينب بنت جحش تقول لأمهات المؤمنين: زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج زيد أم أيمن بركة الحبشية، وأنجبت له أسامة بن زيد. فأسامة هو حب رسول الله، ابن حب رسول الله. زيد بن حارثة كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى الحب. وأحب ابنه أسامة بن زيد، فهو الحب ابن الحب. أمهم بركة الحبشية أم أيمن، كانت في الصحراء مهاجرة، فرت بدينها ثم عطشت وكادت تموت من العطش، فقيل لها ارفعي رأسك، فرفعت رأسها وإذا دلو يتدلى من السماء فيه ماء، فشربت رضي الله تعالى عنها منه حتى رويت، ثم لم تظمأ بعده أبدا حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. هذه كرامة لأم أيمن، أم أسامة زوجة زيد بن حارثة، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الكرامات التي حصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبيان منزلتهم عند الله عز وجل، أكرمهم الله تعالى بهذه الكرامات. وحصلت أيضا كرامات للتابعين، مثلا أبو مسلم الخولاني كان من التابعين، بل من سادات التابعين، ولما ذهب لقتال الأسود العنسي في اليمن وأسره، قام وأدخله قيده ثم رماه في النار، فلم يحترق أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه، ولم يضره شيء من النار، ولم تحترق ثيابه. فقال الصحابة: الحمد لله الذي في أمة محمد مثل إبراهيم الخليل الذي لم تصبه النار. فخرج من النار، انحلت قيوده بالنار من النار، وخرج يمشي بثيابه لم تمسه النار، رحمه الله، وهو من سادات التابعين رحمه الله ورضي عنه. هذه بعض من كرامات الأولياء، وغيرها الكرامات كثيرة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في كرامات الأولياء، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما المخرقين والكهنة والسحرة الذين يعملون بعض الأحوال الشيطانية، فهذه ما يفعلها إلا أهل المعاصي وأهل الفسق، ولا تدوم. فشيخ الإسلام ابن تيمية حصل معه أنه جاءه رجل من هؤلاء، ونختم بها حديثنا عن هذه الكرامات. جاء رجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه يمشي على الماء وأن النار لا تحرقه، وهو من الصوفية عنده خزعبلات وبدع وخرافات. فقال له شيخ الإسلام: لا بأس. فذهب إلى النهر، فدخل النهر، أراد أنه يمشي على الماء مع الشياطين. شيخ الإسلام قرأ آية الكرسي، فغاص الرجل وغرق في الماء. قرأ آية الكرسي، لأن الشياطين لا تبقى مع ذكر الله عز وجل، أما الولي فإن الله عز وجل يكرمه ويؤيده، بل الآيات تزيد في كرامته
وفي تأييده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين، وأن يكرمنا وإياكم بكرامة من عنده، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين الذين يموتون على الإسلام ويحيون على الإسلام ويموتون على التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ووفقهم إلى كل خير، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم ووحد كلمة المسلمين، اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.